والخبز طري جدا اهو، شايفين عامل ازاي؟ شايفين من تحت اهو، تحفة بجد. شايفين هش جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل خبز البطاطا. أول حاجة في خبز البطاطا، قشرت البطاطا وقطعتها مكعبات بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده باخدها في مية، عندي حلة فيها مية، واحطها على النار تتسلق، وعلى ما تتسلق اكون جهزت المقادير نشتغل في خبز البطاطا. بجد تحفة، ناس كتير بتطلبه، النهاردة قلت اعمله لكم ان شاء الله. هسلق البطاطا وارجع لكم تاني بامر الله. تعالوا بقى بعد ما خلصت البطاطا سلقتها بالشكل ده كده، شايفين بعد ما اتسلقت سلقت كويس قوي، لازم تسلقيها وتستوي كويس قوي. دي كده البطاطا معانا. معايا ايه تاني؟ معايا كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين كبار من العسل، بيضه، نص كوبايه من السمنه، ومعايا ملح، ومعايا ربع كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من الخميره، ومعايا شويه ميه. دي كده المكونات بتاعتنا بتاعت خبز البطاطا. اول خطوه هعملها ايه؟ هاخد الدقيق مع شويه الميه، دي ميه دافيه تمام، دي ميه دافيه، اهم حاجه تكون دافيه عشان تنشط لي الخميره. هاخد ربع كوبايه من الدقيق على معلقتين الخميره بالشكل ده كده، واقلبهم كويس قوي في الميه الدافيه بالشكل ده كده. دي اول خطوه لازم تعمليها، وتسيبيها تركنيها كده لحد ما تخمر معاكي شويه لمده 10 دقائق، هتبصي تلاقيها خمرت تمام اهي بالشكل ده كده. اركنها اهي، شايفين بقت بالشكل ده كده، اركنها خالص وغطيها لمده 10 دقائق لحد ما تخمر معايا. على ما اعمل ايه؟ على ما اهرس البطاطا بتاعتي وانعمها كويس، او ممكن تهرسيها في كبه، تهرسيها في خلاط، بس اهم حاجه وانت بتهرسيها ما تحطيش فيها ميه خالص تمام، تهرسيها كده على الناشف، هي فيها ميتها وفيها كل حاجه تمام. ههرس البطاطا بتاعتي وانعمها على ما العجينه بتاعتي او الخميره بتاعتي تخمر شويه، وارجع نعجن العجينه ونشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى بعد 10 دقايق الخميره بتاعتنا بقت عامله ازاي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وملات لي الكوبايه بتاعتي تمام. هعمل ايه؟ هجيب الدقيق بتاعي كوبايتين اتنين ونص، اضيف عليهم السمنه، نص كوبايه سمنه سايحه هنا، ناخد معانا ملح، معانا معلقه صغيره كده ملح، ومعايا معلقتين كبار عسل، عسل نحل، بيضه، والبطاطا بتاعتي انتوا شايفينها دي اتنين بس بطاطتين معايا. شايفين كل ما بتقعد الخميره هتدلق مني ازاي؟ اهي كل ما بتقعد كل ما بتخمر اكتر. واضيف الخميره كله بالشكل الجميل ده كده على بعضه، وعجن العجينه بتاعتي. بص كده خلاص العجينه بتاعتي بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. عايزه اوريكم قوامها عشان هي بتكون العجينه طريه شويه، العجينه ما بتكونش ناشفه قوي تمام. طبعا ما تزوديش البطاطا علشان ما تطراش منك قوي وتحتاجي تحطي دقيق تمام. بالشكل ده كده هسيبها تخمر، ولما تخمر نرجع نشكلها ان شاء الله. خلاص العجينة بتاعتنا خمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، رفعت كويس قوي وخمرت كويس قوي اهي. طبعا العجينة بتاعتنا واخدين بالكم بتطلع مع الاسترتش عشان هي بتلزق شوية، عجينتنا بتلزق شوية كده. نزل العجين ده منها اهو. هعمل ايه بقى؟ اول حاجة طبعا لازم رش الدقيق، وايدك هتكون دايما في الدقيق بالشكل ده كده، وتنزلي العجينه بتاعتي. شايفين الخمر بتاعها عامل ازاي؟ تحفه اهي. نزليها
طبعا لازم تكون ايدك متعرصة دقيق، اشتغلي كل ما تقرصي او تعملي حاجة فيها بالدقيق. تاخدي كده العجينة بتاعتك، بالشكل ده كده تمام. تقص ايدك كده الدقيق وتاخدي منها وتقرصي، هي بتلزق شوية، متنسوش ان هي فيها عسل والبطاطا، بتكون بالشكل ده كده تمام. كل ما تيجي تاخدي تقص ايدك دقيق وتاخدي التقريصة بتاعتك تقرصيها اهي، وتحط على طول في الصينية بتاعتك. الصينية تكون مدهونة دهنة من الزيت تمام، وتقرصي التقريصة بتاعتك بالشكل ده كده وتحطيها على طول في الصينية اهي. تاخدي، عشان كده بقول لكم ما تزودوش البطاطا علشان ما تحتاجوش عجين، بالشكل ده كده وتاخديها على طول على الصينية بتاعتك مكورة زي ما هي، مش هتبططيها ولا تعملي فيها اي حاجة تمام، بالشكل ده كده اهي. هكملها كلها تقريص وارجع لكم تاني تشوفوا الشكل ليها كده. خلاص بعد ما خلصت التقريص الخبز بتاعنا بالشكل ده كده، ما ببططش فيه حاجة، انا بقرصه واسيبه في الصينية زي ما هو، لان هو العجينة طرية لو بططتيها هتفرش معاكي في الصينية وهي بتتخبز تمام. فانتي تسيبيها زي ما هي خالص، تقرصيها وتسيبيها زي ما انت شايفة كده بالشكل ده، كله بالشكل ده تمام. هعمل ايه؟ اسيبها تخمر للمرة التانية تمام، وبعد كده ندهنها ببيضة وندخلها الفرن. اهوت كده العجينه بتاعتنا خلاص خمرت بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده تمام. هعمل ايه؟ معايا بيضه كامله وحاطه فيها معلقتين من الميه، اضربها كويس قوي وادهن وش الخبز بتاعنا بالشكل ده كده، اضربيها كويس تمام. وتاخدي كده بقى وتدهني وش الخبز بتاعنا بالشكل ده. طبعا انا مولعه الفرن سخن، هيكون على درجه حراره 200، نار عاليه شويه، هيقعد حوالي من 10 دقائق لربع ساعه بالكتير قوي، وهيطلع يشوف الشكل النهائي ليه بامر الله تمام. هاتهم كل الوش زي ما انتم شايفين كده، طبعا ما تضغطيش وانت بتدهني علشان ما تضيعيش الخمر بتاع الخبز بتاعي. ممكن تحط عليه رشة سبس. ده كده رشة سمسم على الوش بالشكل ده كده، وادخلها الفرن لما يطلع ان شاء الله نشوف الشكل النهائي بامر الله. شايفين بقى الخبز بتاعنا خلاص بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده كده خلص، شايفين عامل ازاي؟ طبعا انت تقدري تتحكمي في العجينه، ما تخليش العجينة معاكي طرية قوي، وما تزوديش البطاطا كتير علشان العجينة بتاعتك ما تكونش طرية زيادة عن اللازم. كل ما انت تتحكمي في العجينة بتكون النتيجة بتاعتها افضل بكتير من انها تكون طرية. طبعا شايفين الشكل طالع عامل ازاي، والخبز طري جدا اهو، شايفين عامل ازاي، شايفين من تحت اهو، تحفة بجد شايفين، هش جدا جدا، طري طعمه جميل في منتهى الروعة والجمال. زي ما قلتلك انت اللي بتتحكمي في العجينة اهي. لو انت اول مرة تدخل قناة ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعل الجرس يوصلك كل جديد ان شاء الله، واسيبكم في رعاية الله.